لسه فاكر اشاره الذبح اللي عملتها لجماهير الاهلي، لسه فاكر اشاره الذبح اللي عملتها لجماهير الاهلي وهي هل ندمان عليها؟ لما بعد ما بطلت، يعني الواحد بعد ما بطل ممكن اقول اه، لاني احتراما للجمهور ان انت تعمل كده يعني. بس انا كنت ساعتها اتشتمت، فانت لما تتشتم والناس تقعد من اول دقيقه لاخر دقيقه، فانت يعني رد الفعل. بس ما انت فاهم ودلوقتي بقيت فاهم كويس اكيد بعد الخبرات انه كده كده جمهور الكوره هي مشاعر زي ما بيشجعك كتير ممكن يشتمك برضه طول الوقت، فانت ما يبقاش عندك. لا يعني انا ما انا بقول لك ان انا يعني من الحاجات اللي لازم لازم تتحمل وانت مدير فني لازم تتحمل، ولو حتى بقى جنبي كده في وشه جنبي كده خطوه ويشتم مفيش حاجه خالص. صح، عشان اصلا لما بيجي يشتم هي دي الشغلانه لا، ودايما اقول كده في الكوره هو ما بيشتمش حسن اللي هو عارفه شخصيا، لا بيشتم حسن البوزيشن بتاع اللاعب بتاع النادي الاهلي او مدرب النادي الاهلي. هو لا يعني هو زعلان، ما اكيد بص هو زعلان ان انت مشيت من النادي الاهلي ورحت للمنافس بتاعه. صح، فهي دي اللي مزعلاه. منطقيه يعني. انا وانا جاي النهارده الراجل اللي جايبني يعني قال انا زعلان منك يا كابتن انت مشيت من النادي الاهلي، فقلت له معلش حقك عليا. لسه فاكر حقك عليا حقك عليا ما تزعلش. فهو دوت هو ده جمهور الاهلي او جمهور الزمالك يعني.